موضوعنا اليوم يصيح. ها؟ لا تخافين يا سلامة، ما في شيء يخوف. راح نرمس اليوم على البصل. البصل له فوائد كثيرة. في كل 100 جرام بصل 40 سعرة حرارية فقط، وهو يأمن 9% من حاجة الجسم الفيتامين سي وفيتامين بي 6 و4% من فيتامين ب1. والبصل بعد غني بالألياف ومضادات الأكسدة ووايد معادن مثل الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمنغنيز، يعني ما شاء الله على البصل منجم صحي. فمو مشكلة لو صحتي شوي وانت تفرمينه. الدراسات تقول ان البصل يساعد على خفض الكوليسترول السيء بالدم، واستهلاك نص بصلة يوميا يرفع مستوى الكوليسترول الجيد 30%. البصل بعد يخفف نزلات البرد والتهابات الحلق، والأحماض الأمينية فيه تساعد على تخليص الجسم من السموم. ما تشوفين شر يا سلامة؟ إذا لسعتك نحلة، خلي قطعة بصل طازج على مكان اللسعة، يروح الألم تدريجياً. والعالم ينتج 75 مليون طن من البصل سنوياً، فلا تخافوا من أكل البصل، وعساكم دوم بصحة وسعادة.